بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مصر، السعودية، الإمارات، ثلاث دول في المنطقة شربت أردوغان العلق وجعلت نهاره ليلا حالك السواد. كلما قرر أردوغان أن يرفع التحدي على هذه الدول إلا وجدها أكثر استعدادا لرفع التحدي عاليا جدا. واليوم يخرج علينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بقرار يزلزل فيه الأرض وأردوغان وعرشه، بعد أن قرر أردوغان بالأمس إرسال كافة سفنه الحربية لتنفيذ مناورة على الحدود الليبية بالقرب من الشواطئ المصرية. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تنفيذ عمليات بحرية على حدود تركيا، أي بالقرب من المناورات التي تنفذها تركيا. وقالت وسائل إعلام أن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا، وتسمى هذه المناورة حسم 2020، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر الأبيض المتوسط. وفي تدوينة لها على تويتر قالت قناة القاهرة والناس: القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن المناورات قرب الحدود التركية. تحدي كبير من القوات المسلحة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لغطرسة أردوغان. تأتي هذه المناورات العسكرية المصرية بعد يوم واحد فقط من إعلان القوات البحرية التركية أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة. ونقلت الوسائل الإعلامية التركية عن سلاح البحرية التركية أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم نافيتكس، وستجري قبالة السواحل الليبية في ثلاث مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا. تركيا أعلنت بالأمس أن هذه المناورات التركية ستجري قريبا، وهي بمثابة إنذار وتدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، علاوة على ما وصفته بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة. لكن هذا التحدي لم يزد مصر وجيشها إلا تحديا. المناورات المصرية التي ستنفذ في هذه الأيام ستكون في اتجاه الشمال الغربي، أي على الحدود التركية. وعلى تويتر قال مصطفى بكري: إن مجلس الأمن يدين التدخل التركي في ليبيا، وبعدها بساعات تفرغ شحنات ضخمة من الأسلحة في موانئ ليبيا. مجلس الأمن لا يعكس مصداقية في موقفه. الموقف الفرنسي أشرف من مواقف كثيرين من قيادات المجتمع الدولي. وهنا نقف. هناك تصعيد من قبل تركيا عندما أحست بأن مصر لا تمزح، والضربة ضربة الوطية كانت قاسية جدا، وإغراق السفينة في البحر المتوسط أيضا كان قاسيا جدا. فأرادت تركيا إن هي تعمل عملية يعني حفظ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه. وأنا قلت لكم قبل كده أن تركيا ستعيد حساباتها كثيرا وكثيرا. يجب أن تعيد حساباتها، هذا لمصلحتها، هذا لمصلحتها ولمصلحة المنطقة. الجيش المصري لا يمزح مع أحد، كما قلت إذا وعد أوفى وإذا تكلم أنفذ. فالمسألة ليس فيها مزاح، معركتنا معركة وجود وليست معركة حدود. يجب على العالم العربي أن يفهم مثل هذا الكلام، يجب أن يفهم مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن تركيا كونها أنها تعمل مناورات عسكرية قرابة السواحل الليبية، فهذا معناه تحدي لمصر، ومصر لا أحد يتحداها، بل من يتحدى مصر يجب أن يشفق عليه، لأن مصر ليست كمثل أي أحد، وليبيا ليست سوريا. هو ظن أن ليبيا مثل سوريا، وظن أنه بغطرسته، وظن بأنه إن هو لما بيعمل كده أن الناس هتخاف. لا، الأمر لا يستوجب إلا
أننا ندافع عن أنفسنا. الأمر لا يستوجب إلا أن نكسر أنف هذا المتغطرس، هذا الكذاب، هذا نسميه نحن هنا في بلادنا رجل كذاب، رجل كذاب لا يفعل ما يقول، هو بتاع شعارات، ظن أن الأمر شعارات، ظن أن الأمر في ليبيا شعارات، يقول شعارات الناس تخاف، يهدد، ولكن الأمر جد خطير. مصر لم ولن تمزح معه، ولكن إذا فعل شيئا سيرد له الصاع 10 و100. وبعد ذلك وضعنا خط أحمر سيرة الجفرة. لماذا وضعنا خط أحمر سيرة الجفرة؟ حتى كل جهة تكمن في مكانها وتذهب إلى طاولة المفاوضات. نحن طلبنا من إعلان القاهرة قبل إعلان الخط الأحمر، أعلننا مبادرة القاهرة وفق مخرجات مؤتمر برلين، نحن عرضنا عليكم السلام وأنتم لا تريدون السلام. فنحن وضعنا هذا الخط الأحمر بعد ذلك عندما رأينا أن الموقف يهدد أمن مصر القومي والأمن العربي القومي، فوضعنا هذا الخط، هذا خط أمن قومي مصري لن يتعداه أحد إلا وجعلناه مخبرة له. ثم بعد ذلك تأتي وتحشد الجيوش وتحشد المرتزقة، وصلوا إلى أكثر من 15,000 حسب إحصائيات المرصد السوري، وتحشد المعدات والأسلحة الحديثة والمتطورة والطائرات بدون طيار ومنصات الدفاع الجوي وأجهزة التشويش كورال وغيرها من الأسلحة الحديثة المتطورة، وتريد أن تمكث في ليبيا وتقيم قواعد، تريد أن تقيم قاعدة بحرية في مصراتة وقاعدة جوية دفاع جوي وجوية في الوطية، ماذا تريد؟ ثم بعد ذلك ترسل وزير الدفاع التركي وكأن ليبيا أصبحت بلدك، ثم ومعه رئيس الأركان أيضا، فماذا تريد أن تفعل مصر؟ تنظر إليك، نحن لا نخاف أصلا، وماذا بعد الخوف؟ هب أننا خفنا لا قدر الله، ماذا بعد؟ هل سترحمنا؟ هل سترحم أنت ليبيا؟ هل سترحمنا الميليشيات من القتل والإبادة؟ هل سترحمنا من فتاوى الغريان الذي يفتي بتكفيرنا نحن والسعودية والإمارات؟ هل يرحمنا أحد؟ نموت بشرف، نموت بشرف، إما النصر أو الشهادة. ونردد قولة عمر المختار الخالدة، إما أن ننتصر أو نموت، نحن لا نستسلم، نحن لا نخاف، إما أن ننتصر أو نموت شهداء بإذن الله تبارك وتعالى. فظن أن الأمر إعلان تصريحات زي ما هو بيعمل وبيهدد بعض الناس، لا، مصر مختلفة خالص. نتعامل مع تصريحاتك التي تصرحها ونحن نعلم أنها كذب، ولكن نتعامل معها على قدر شديد من الجدية. فالأمر ليس بتصريحات ونحن يعني نصمت أمام كل هذا الحشد العسكري الذي تحشده في طرابلس غرب ليبيا. فقررنا ضرب قاعدة الوطية، وإن لم تلتزم سنتقدم لتحرير كامل ليبيا إن لم تجلس على طاولة المفاوضات. وأنا أتوقع إن لم ينتهي أردوغان عن غطرسته وعن جر المنطقة بأكملها إلى نار مشتعلة من حرب لا يعلم مداها إلا الله، أن مصر ستضع له خطوطا حمراء أخرى، بل ويمكن أن تقرر أن تدخل ليبيا لتحريرها كاملة. أنا لا أستبعد هذا، لأن الأمر لا يستوجب. أنت وضعت خريطة ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، دولة عربية، وضعت خارطتها أمامك وتشير إلى الحقول النفطية وهذا وهذا، أي بجاحة هذه؟ أليس في العرب رجال يردونك ويكسرون أنفك يا حامي الدعارة؟ أنت أصلا لست برجل،
انت تروح تعمل راجل على الجيش بتاعك اللي انت قلعته ملط وحطيته في الشارع. انما الجيش المصري ده جيش عربي اسلامي اصيل، انت كلب للغرب، اينما القوا لك عظمة تذهب وتأتي بها، انت كلب صيد في النهاية. لا تغتر، اعرف قدرك، والخونة اللي بيدعموك يعرفوا قدرهم. والله اني جعلوا ايامك سوداء، مصر والسعودية والامارات وليبيا جعلوا ايامك سوداء، وستكون نهايتك ان شاء الله. اعلم هذا جيدا، انت حتى الان الكرة في ملعبك، حتى الان تستطيع ان تفكر جيدا، وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، السياسة تقتضي هذا، الحرب كر وفر، لكن أنت لا قبل لك بالجيش المصري، لا قبل لك، تأكد من هذا، وإلا كل إنسان يتحمل ما يفعله، هذا أمر يرجع لك، ولكن نحن نقبل التحدي، لأننا أهل التحدي، وأهل العزم، وأهل الصبر إن شاء الله، ونحتسب إلى الله تبارك وتعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان معنا الله فلا نخشى أحد. كفك غطرسة وارجع إلى رشدك، أنت تودي بتركيا كلها إلى المهالك، وهذه هي نهايتك شئت أم أبيت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والحكمة، وأن يكلل هذه الجهود بالنصر المبين إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.